تعالوا بقى نكمل جولتنا الصحفيه مع كل حضراتكم من خلال التعرف على اخر الاخبار الرياضيه في المواقع والصحف المحليه والعربيه والعالميه مع الزميله العزيزه روزان نصر مراسله قناه النادي الاهلي من داخل مقر جريده اليوم السابع. روزان صباح الخير عليكي، وسمعينا بقى اخبارك وعناوينك ومانشيتاتك، اتفضلي ومليون مبروك. صباح الخير عليك يا كريم، وصباح الخير عليك يا نهواند، وصباح الانتصارات والسعادة على كل جماهير وعشاق طبعا النادي الأهلي اللي متابعينا في كل مكان. يعني ألف مبروك طبعا جمهور النادي الأهلي طبعا في كل مكان. خليني قبل ما أبدأ الأخبار النهاردة أقول لكم إن في حالة كبيرة جدا من التفاؤل والفرحة بين جماهير الأهلي في كل مكان، في الشوارع وفي البيوت، يعني صغير وكبير وأي حد بينتمي وبيحب كيان الأهلي طبعا. يعني بعد فوز الأهلي امبارح على طلائع الجيش وحصده للقب بكأس مصر للمرة طبعا 37 في تاريخه، يعني حاولت أجمع كده أهم المانشيتات اللي اتكلمت على الماتش طبعا بعده امبارح. فخليني أقول لكم إن من صحيفة روسيا اليوم، الأهلي يتوج بطلا لكأس مصر للمرة 37 في تاريخه. ومن صحيفة البيان، الأهلي يكمل الثلاثية بالتتويج بكأس مصر. كمان من جريدة أس العربية، تصريحات مدرب ولاعبي الأهلي بعد التتويج بكأس مصر وتحقيق الثلاثية. هكذا تحدث لاعبو الأهلي المصري ومدربهم الجنوب الإفريقي بيتسو موسيماني بعد التتويج بلقب كأس مصر وتحقيق الثلاثية التاريخية. كمان من موقع سكاي نيوز عربية، الأهلي كأس مصر للمرة 37 ويحقق الثلاثية. وأخيرا من جريدة الصباح نيوز، الأهلي المصري يواصل حصد الألقاب. طبعا يعني اخبارنا اليوميه بتبدا النهارده بخبر من موقع اليوم السابع، اتحاد الكره يهنئ الاهلي لفوزه بكاس مصر. تقدم الاتحاد المصري لكره القدم برئاسه عمرو الجنايني بالتهنئه الى النادي الاهلي وفريقه بمناسبه فوزه ببطوله كاس مصر الموسم 2019-2020، كما تقدم بخالص التقدير لنادي طلائع الجيش وفريقه على ادائه الرائع في المباراه النهائيه للبطوله. وقال اتحاد الكره في بيان له، يتقدم الاتحاد المصري بهذه المناسبه الى جميع الانديه المصريه وجماهير الكره المصريه بالتهنئه على نجاح موسم شاق وانجاز مسابقاته المحليه بنجاح رغم الحالة الاستثنائية التي عاشها العالم طبعا بسبب فيروس كورونا، وهو الأمر الذي يستوجب تقديم الشكر إلى جميع الجهات المعنية التي كانت حريصة على استكمال الموسم والحفاظ على مقدرات الكرة المصرية. وخبر عربي من موقع سوبر كورة، في حضور حجازي الاتحاد يحل ضيفا على الوحدة في الدوري السعودي. يحل فريق الاتحاد المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري أحمد حجازي مع مضيفه الوحدة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين. ويحتل الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط قبل انطلاق منافسات هذه الجولة، بينما يأتي الوحدة في المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط ويسعى العميد لتحقيق فوزه الثاني على التوالي بالدوري السعودي ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة. خبر عالمي من موقع في الجول، لا جواسيس في الدوري الممتاز، تشيلسي يقلب تأخره أمام ليدز. فاز تشيلسي على ضيفه ليدز يونايتد ب3 أهداف مقابل هدف واحد في ملعب ستامفورد بريدج بالجولة 11 من الدوري الإنجليزي، ليرفع تشيلسي رصيده إلى 22 نقطة ويتصدر المسابقة مؤقتا، فيما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند 14 نقطة في المركز 13. ويحتاج تشيلسي إلى تعثر توتنهام وليفربول في المباراة هذه الجولة من أجل الحفاظ على صدارته. وأخيرا خبر عالمي من صحيفة الاتحاد، ريال زيدان يتنفس الصعداء. تنفس المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الصعداء بعدما عاد فريقه ريال مدريد حامل اللقب بفوز نادر أمس، وذلك في المرحلة 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم. ولم يذق ريال طعم الفوز محليا في آخر 3 مباريات، مما أدى إلى حملة انتقادات في الصحف الإسبانية، وتساءلت خلالها عما إذا كان زيدان سيبقى في منصبه، خاصة في حال فشل فريقه في ضمان بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي دوري الأبطال.
في النهاية كده عايزين نفكر مشاهدينا بجدول مباريات النهاردة يوم الحد 6 ديسمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويست بروميتش مع كريستال بالاس، شيفيلد يونايتد مع ليستر سيتي، توتنهام مع أرسنال، وليفربول مع ولفرهامبتون. دي كانت طبعا أبرز وأهم الأخبار هنا من موقع جريدة اليوم السابع. ألف مبروك مرة تانية وعودة للاستوديو. ورسالة قناة النادي الأهلي، مبروك ليكي، مبروك لكل الأهلاوية في كل مكان في العالم. كالعادة أخبار كافية ووافية.